نحن خلال السبت موقع خبر عاجل صار له تقريبا عملنا شهر بالضبط 30 يوم لافضل كليب، فكان في ثلاث اختيارات، كليب بشار حسون الساعه، كليب هيفا وهبي، وايضا كليب يما ليالي، وكليب شو اسمه دارين حتشيتي احلى الشباب. فشازر حسون طلع لها وحصدت 9658 صوت من خلال التصويت، وحازت على 88% من التصويت، مش بس على 88% من التصويت. فحبينا نقدم لك هذا الدرع المتواضع، الساعة للفنانة شازر حسون إخراج جو بعيد. ألف مبروك يا شازر، ألف مبروك. شكرا طبعا لك لخبر عاجل، شكرا لكل الناس طبعا اللي صوتوا لي والله يخليهم لي. وطبعا بهذه المناسبه طبعا بعض حلوه انه احصل هديه هذا هدية الجمهور شديد خبر عاجل، خليك تصورها. أنا باسم هالبيت اللي عمرته من 16 سنين باسم مؤسسي سيدي البسمي، نحن عم نهتم ب 460 عائلة كل يوم، ونجيبهم للأولاد نعمل لهم نشاطات. باسم جمعية لوطة حال يا تخر، بدي أقول لها لشذا إنه أنت اسمك عم اسميك، عندك شذا وعندك حسن وحسون، يعني جمال وجمال الصوت والعطف الظهر. اهلا وسهلا فيكي، وانتي البيضه وجه العراق، من طليتي جبتيكي بالزهو على وجهي. بتامل انه هالبيت اعتبري بيتي، وكنا عم نرتب ونغني دنستانسي. هلا انت بغنى